un saluto alle istituzioni civili e anche un caro saluto al nostro questore che veramente ha fatto onore e piacere a questo nostro evento. Vede che difficile loro presenza, ma ha voluto essere presente, ha visitato la mostra e anche ha dato bel tempo malgrado che c'erano due iniziative nello stesso tempo. السلام عليكم. لثالث مرة الحمد لله في السنة الثالثة وحنا تنقوموا بإفطار جماعي اللي تشاركوا فيه الحكومة جميع حتى أنه من يعني المسؤول الكبير من كويستوري على المدينة وكذلك العمدة للمدينة وجميع الأحزاب يمين ويسار ومجموعات حتى الدينية من كل يعني من الاجناس من جميع الجهات. هذا مهم جدا بالنسبه لنا للسنه الثالثه وقال الحمد لله بافطار جماعي مجموع مع الاذان بالمشاركه ديال الاغلبيه ديال الموجودين هنا، وهذا بالنسبه لنا شرف كبير وشرف بالنسبه لي انا كمغربي موجود هنا امثل يعني الاسره الجاليه المغربيه كسفير، وهذا بالنسبه لنا يشرفنا ويشرف بلدنا كثير جدا. وشكرا لمحبوب يوسف على هذه المناسبة اللي شارك معنا لأنها فعلا مهمة جدا الجمع بين جميع الألوان وخاصة بالنسبة للبريشة فهي معروفة بالاندماج معروفة بالتواجد وهذا ما مثله حتى الوجود ديال الحكومة فهي يعني تتأكد بأن احنا في الطريق الصحيح من عبر الاندماج. ma un momento importante per la vostra comunità. Devo dire che in questi 10 anni il legame con il centro islamico e la vostra presenza è andato crescente, è stato sempre molto intenso e molto forte. La città è cresciuta e siamo cresciuti insieme. Assalamu alaikum Abdurrazzaq Said, rais jamiat Fabi di Brescia. هذا افطار جماعي للتعريف بشهر رمضان المبارك والتعريف بالثقافة الإسلامية بأنه الإسلام دين تعايش ودين أخلاق ودين محبة للناس كله ومحبة لجميع الناس كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم هنا في بريشيا هذا النهار السلطات وإقامات بريشا والجامع الجالية المسلمة هنا مقيمة في بريشا درتها بالإفطار الجماعي مع الإيطاليين ومع أجمع الناس اللي ماشي مسلمة باش تبين الإسلام والثقافة ديال الإفطار والأجواء ديال رمضان وإن شاء الله تنتمناو يعجبكم والناس نشروا هذا